السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في حصة هذا اليوم ومع مادة الخط. حسن جدا. سون 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 سون، ارفع صوتك. فن طي طي طي، ارفع صوتك. قيس قسم مون قسم قسم قسم. قسم مسجد 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 يا يكتب 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 يكتب. تلاميذ تلاميذ تلاميذ. يلعبون يلعبون يلعبون. يلعبون. هنا عندك مشكل. فين راه حرف العين هو اللي عنده حركة الفتحة، أما الباء عندها حركة الضمة. هاي العين الفتحة هنا شوية مزيان، إذا ندير هنا الضمة، هنا حدا الضمة ودير هنا الضمة والفتحة دير هنا وهنا رد هذه ضمة، غيرها إلى ضمة. يلعبون حسن جدا. في س مي. لا ليس مي، هذا حرفه ماذا؟ حرفه الحاء فوق حاء. في الساحة مي الساحة مي لا لا. في السماء في الساحة في الساحة ها. هذا شنو الحرف هذا؟ حرفه حرف التاء، تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ فتحات. لا، حرف التاء تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ نقرأه تاء؟ لا، نقرأه كسرة. كسرة، حرف التاء تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ حرف التاء تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ نقرأه تي. تي في الساحة تي. في الساحة تي. في الساحة. نعيد مرة أخرى. سي. لا ليس سي، حرف السين فوقه ضمتان. ضمتان. حرف السين فوقه ضمتان. سن 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 سن. قف. لا ليس القاف، إنه حرف الفاء. قف. حرف الفاء فوقه فتحتان، ماذا نقرأه؟ فن 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 فن. حرف الطاء تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ حرف الطاء تحته كسرة، نقرأه؟ لا لا ليس طاء، هذيك لا كانت الفتحة، هذه راه الكسرة. طاء طو طاء طو تي ط
حرف القاف تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ لا، حرف القاف تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ حرف القاف تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ إذا كانت فوقه فتحة نقرأه ق، إذا كانت الضمة نقرأه ق، إذا كانت تحته كسرة نقرأه سي. حرف القاف، حرف القاف تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ نقرأه مي، ليس حرف الميم حتى نقرأه مي، حتى نقرأه مي، إنه حرف القاف نقرأه قي. قسم، 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 قسم. استمر. لا، ليس مي، ما. ما. س. س. مس. مس. ما. مس. مس. مون. حرف الجيم، حرف الجيم تحته كسرة، ماذا نقرأه؟ نقرأه جي. إذن مس جي، مس جي دون، دون، مس جي دون، مس جي دون. هو مكان للعبادة تقام فيه الصلوات، و تقام فيه بالأساس الصلوات، مسجد. ماذا نفعل في المسجد؟ نصلي. ماذا نفعل في المسجد؟ نصلي. نصلي، إنه مكان الصلاة، مسجد مكان العبادة، الصلاة، نتوضأ ثم ندخل إلى المسجد لإقامة الصلاة. مسجد، أعد، مسجد، مسجد، ارفع صوتك، مسجد، 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 مسجد. حسن جدا. يا، يا، يكتب، 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 يكتب. تلاميذ، تلاميذ، تلاميذ. يل، يل، يل. عبو، المد بي، بالواو. يلعبون، 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 يلعبون. حسن جدا، زيد، يلعبون. قرأ مزيان حرف، وي، كوم سا سي بون. في، في، التلاميذ يلعبون في، لا، ليس في النار، يلعبوا في القسم. نتعلم القسم، نتعلم، لا نلعب في الساحة. حسن جدا، في الساحة. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس وقد راجعنا جيدا. نتمنى أن يستفيد منه عموم المشاهدين والمتتبعين للقناة. إلى اللقاء يا أصدقائي، أصدقائي. لا تنسوا جيم، جيم.
اشتراك في القناة بروف فريد والضغط على الزر ليصلكم كل جديد. ميرسي بيان، شكرا.